وزير خارجية سامح شكري كما قلنا غدا يبدأ جولة أوروبية تشمل كل من ألمانيا بيلاروسيا رومانيا، وهذه زيارة مهمة جدا تستهدف تعزيز علاقات مصر مع الدول الثلاث، إجراء أيضا مشاورات مع دول أصدقاء في عدة ملفات. معنا عبر الهاتف دكتور محمد عز العرب الخبير في العلاقات الدولية بمركز الأهرام. دكتور محمد أهلا بك هنا، كيف ترى أهمية زيارة وزير خارجية مصر سامح شكري غدا في جولة أوروبية تشمل ألمانيا وبيلاروسيا ورومانيا؟ أولا في تعزيز العلاقات التاريخية والوثيقة فيما بين مصر وهذه الدول، أيضا في مناقشة الملفات العالقة في منطقة الشرق الأوسط. زيارة السيد وزير الخارجية السيد سامح شكري إلى الدول الأوروبية الثلاث انطلاقا من عدة أبعاد رئيسية. أولا توسيع دوائر التحرك الخارجي لمصر مع غالبية دول العالم. من الملاحظ أن مصر بعد 3 سنوات من تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي سدة الحكم أن سمت انفتاح على الكثير من دول العالم، سواء كانت دول رئيسية في العالم سواء الولايات المتحدة أو الدول الغربية الأوروبية أو الصين أو حتى الدول الصاعدة اقتصاديا وذات التوافق مع مصر في الكثير من الملفات الدولية. ومن هنا تكمن أهمية الزيارة التي تضم 3 دول أوروبية، ألمانيا وبيلاروسيا. يعني أنت هنا دكتور محمد لا تريد أن تقتصر علاقاتك مع الدول بعينها فقط، إنما تريد أن تحقق توازن مع كافة الدول. بالضبط، وهي أحد الملامح الحاكمة للسياسة الخارجية المصرية هي مسألة التوازن، مسألة توسيع دوائر التحرك وعدم وضع كما يقول المثل الشعب المصري، عدم وضع البيض في سلة واحدة. مثلما كان الحال في فترات سابقة. النقطة الثانية، من الواضح أن هناك رغبة من جانب القاهرة لإطلاع القوى المختلفة في العالم سواء كانت قوى دولية أو إقليمية حول الرؤية المصرية لمكافحة التنظيمات الإرهابية العابرة للحدود، لا سيما فيما يتعلق بالملف القطري، وخاصة أن هذه الدول أيضا لها يعني دور مهم وعلاقات مع الاتحاد الأوروبي، تستغل هذه الورقة لتأليب الاتحاد الأوروبي حول الدول الداعمة للإرهاب. نعم بالضبط حضرتك، وبحيث أن يتم الاقتراب بدرجة أكبر من الرؤية المصرية المرتبطة بالخطوات التي تتخذها مصر، سواء عبر عرض رؤيتها الموجودة من خلال عضوية مصر داخل مجلس الأمن أو من خلال تفعيل الدور المصري النشط مع دول الاتحاد الأوروبي. وكانت هناك زيارة للسيد وزير الخارجية منذ عدة أسابيع كانت في بروكسل. النقطة وأيضا زيارة دول البلطيق، بالضبط كده، الدول اللي هي كانت شاملة روسيا ودول البلطيق للإحاطة الكاملة بما يمكن أن أسميه الملف المصري المرتبط بالدعم القطري وغير القطري للإرهاب. وخاصة وكما تعلم حضرتك أن اختيار ألمانيا على سبيل المثال، لأن ألمانيا لديها مواقف متوترة في تلك المرحلة مع تركيا بسبب الخلاف بما يتعلق بقضايا إقليمية أو حتى المرتبط بعلاقات ثنائية، لا سيما وأن تركيا تعد الحضن الرئيسي بالنسبة لقطر عودا عن إيران، أو حتى هنا برضو الخلافات حول اللاجئين، يعني أنجيلا ميركل مثلا من الداعمين لوجود اللاجئين في بلادها وهي تحظى بخلافات مع لأن ولذلك تجد حضرتك أن أنجيلا ميركل خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأنها تنوي الترشح لفترة في رئاسة الوزراء لفترة رابعة قادمة، تستغلها بعض الأصوات الداخلية وفي مقدمتها الأتراك من الألمان من أصول تركية للإيحاء بأنها تحتضن ليس فقط لاجئين وإنما إذن دعني أشكرك، الموضوع موسع جدا حقيقة، يعني ناحية سياسية وفي نفس الوقت أيضا محاولة وجود تبادل تجاري واقتصاد وخاصة في مجالات السياحة والاستثمار. أشكرك الدكتور محمد عز العرب خبير علاقات دولية في مركز الأهرام.